مساء الخير متابعينا اينما كنتم، اسعد الله مساءكم بكل خير. توقعات الاحوال الجويه خلال 24 ساعه القادمه، هذه الليله يتزايد تاثر الاجزاء الجنوبيه من المملكه على وجه التحديد بحاله من عدم الاستقرار الجوي، تتكاثر على اثرها كميات من السحب على ارتفاعات مختلفه، وتتهيأ الفرص لان تهطل بعض الزخات المحليه من الامطار في المناطق الجنوبيه من المملكه، ربما تصحب ببعض العواصف الرعديه وتساقط لزخات البرد في بعض الاوقات. بعض من هذه الزخات يخشى أن تكون غزيرة بشكل كافي لأن تجري على أثرها الشعاب والأودية في مناطق البادية ومناطق الصحراوية وبعض المناطق الجنوبية. باقي مناطق المملكة في الشمال والوسط الأجواء تكون إجمالا مستقرة ولا يوجد تأثيرات مباشرة لهذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. فمثلا في العاصمة عمان الأجواء عبارة عن غيوم متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية، وبالتالي الطقس بارد بوجه عام. غدا الأحد تبقى المناطق الجنوبية تحت تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي في ساعات الصباح على وجه التحديد، بحيث تبقى فرص الأمطار قائمة بمشيئة الله تعالى في المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. الطقس سيكون إجمالا غدا يعني مستقر في باقي المناطق سواء الشمالية والوسطى، وتضعف فرص هطول الأمطار في المنطقة الجنوبية خلال ساعات النهار. هناك فرص ضعيفة جدا للغاية أن تشهد بعض المناطق الشمالية والوسطى زخات محلية محدودة من الأمطار، ولكن الطقس إجمالا مستقر، حتى أن درجات الحرارة تكون يوم غد الأحد أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة، والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، إربد شمال 17-8، جرش كذلك الأمر، المفرق 18-6، وفي عجول 15 إلى 7 درجات مئوية. مناطق الوسطى من المملكة العاصمة 15-6، السلط 15-7، مادبة 16-6، البحر الميت 23-16، وفي الزرقاء من 18 إلى 8 درجات مئوية. جنوبا في الكرك 15-5، الطفيلة 15-6، معان 14-3، في جبال أشرام 11 إلى 3، وفي العقبة من 23 إلى 14 درجة مئوية. شرقا في رويشة 19-6، الصفاوي 20-5، وفي الأزرق من 20 إلى 6 درجات مئوية. إذن هذا كانكم لدينا من شأن الأحوال الجوية لهذه الليلة. يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق تخص عرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.